شكل الالتفاف، شكل التواصل الموجود بين وبين ما الفئة الشباب بس، حتى في أجيال متقدمة في عمريا هي مدمنة وعاجلة لسماع صوته. ويس المسألة دي كلها لحرصه لجدته وللتدليل. الفنان الوحيد في 20 سنة الأخيرة و 30 سنة الأخيرة الملتزم بأدبيات التنفيذ الموسيقي، يعني الفرقة الحاضرة في كل تسجيلاته، شكل البروفات المنقطعة، عشان كده هو اتجاوز حدود الظاهرة ويز يتحول لأسطورة من أساطير الغناء. نتمنى إنه يعني أيضا سمعنا إلى جانب وشاهدنا إلى جانب آخر من حديث الله.